مرحبا أصدقائي المشاهدين، اليوم رح نتأمل ببعض الأقوال للقديس أغسطينوس عن مريم العذراء. بيقول القديس أغسطينوس: عجيبة هي أمك أيها الرب، من يستطيع أن يدرك أعجوبة الأعاجيب هذه؟ عذراء تحبل، عذراء تلد، عذراء تبقى عذراء بعد الولادة. كمان بيقول مار أغسطينوس: حبلت به مريم في ذهنها قبل أن تحبل به في جسدها. عظيم مار أغسطينوس، عظيم بفلسفته، ببعد وبعمق أقواله. حبلت به مريم في ذهنها قبل أن تحبل به في جسدها، مش معقول قبلته العذراء بروحها وبنفسها وبقلبها وبفكرها وبعقلها قبل ما يتجسد ويصير ابنها. عظيم، لأنه أصلاً العذراء لو مع هيك، لو ما هي قبلته بفكرة وقلبها وروحها ونفسها وكيانها، ما كانت قالت النعم، وما كان الرب هالقد حب تواضعها وطاعتها، ولا كان جسد من خلالها. بيقول كمان: لقد ولد المسيح من امرأة ليواسي جنس النساء. رائع، لأنه بواسطة حواء خسرنا الجنة، حواء وآدم يعني، بس إنه هي بواسطة حواء خسرنا الجنة، فخسرنا الملكوت، خسرنا السماء. عشان هيك بقول: لقد ولد المسيح من امرأة. ليكن الرب شو عظيم، رجع لكرامتها للمرأة من امرأة ليواسي جنس النساء. وبيكمل بنفس الفكرة، بيقول بمحل تاني: بالمرأة جلبت الحية للإنسان الأول خبر الموت، وبالمرأة نقلت للناس بشرى الحياة. عظيم، لأنه حواء ودت إنه للخطية الأصلية، وودت إنه نحن نخسر الملكوت، بينما مريم العذراء رجعت هي بواسطتها، نحن رجعنا ربحنا الملكوت. وبالعكس، هي من خلال العذراء كانت البشرة لنا بالحياة. أول وحدة كانت بالموت، ثاني وحدة كانت بالحياة والرجوع إلى الملكوت والحصول على الحياة الأبدية. كمان بيقول: من الفردوس أعلنت المرأة الموت لرجلها، وفي الكنيسة أعلنت النساء خلاص الرجال. عظيم.